في مبنى صغير بروح عنده. اسمع تعال مبنى انا وانت هناك، المباني هناك نلوث. تعال جنبي احسن، نروح سكول. في سيارة؟ أنا دخلت بس ما في منه فائدة. وباين هنا كورة في الببجي؟ ها ما في كورة في الببجي؟ كورة سهولك عادي. معي 15 ضمادة. ايش عندك السلاح؟ عندي 9 انا ادور، لا ادور سلاح زين. اي خليني ادور سلاح المبنى. ولا لا؟ لا لا شو هذا؟ لا كمان ايه نفسه طلقات تدري؟ انا عندي ابو 5 طرقات. بس يموت الواحد على طول صح؟ فين الاشكال راح لفوق؟ دقيقة المبنى الألفي خلينا اجي شوية كيرت اخذ الجو وضع. باي زاوية قتلته؟ وام بي 9 معايا. وش فايدة مرآة الرأس؟ مراية مكتوب مراية رأس تحت في الصندوق. وينه؟ باي زاوية؟ هذا خليك من فضة. كنت داخل بيدخل ايه بيدخل لقيت سكوب 4. دقيقة ما احتاجه دحين. ام بي 9 وينه؟ دقيقة ورا الصندوق.
باخد سكارل. شكلك تحتاج. خذه خذه تبغى؟ خذ خذ انت لك القنص تقدر تشوف احسن مني. تعال اسف وينه؟ فاتو ايوه سكوب سكوب رقم اثنين احسن انا اشوفه. ينفع ايش هو؟ ايه 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 هاي السلاح الرشاش عندك؟ انا عندي ايوه يعني تقدر توصله ثاني؟ ايوه الدرب بس ينفعك تعال 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 في واحد طلق مسدس دروب بزاوية شفته؟ 155 زاوية 155 ما شفت العدو بس ايه طيب يدور والله كيف اقدر اعطيك شدتين ما اقدر احط شدتين صح ولا لا؟ اوكي اوكي عندي ثلاثة عندي ثلاثة في عدو شفتوا؟ وش الصوت اللي علق؟ ايش شنطة ليفل 1 مع ما لقيت ليفل 2 جاي ادور لك كويس كاني شفت عدو لا لا طلع مش ممكن نغير المباني ما يشارين اقول لك شوف اسمع ام 416
رصاص موجود؟ لقيت رصاص حقه دقيقة اي 5 مللي. بس تعال ورفع سكوب 4. مبروك. معي 4 بس دعم بيجيك. القص اشرب 2 بيبسي. ايش رايك؟ اشرب 2 بيبسي. ايش رايك انط من المبنى الكبير ولا؟ لا لا طلع تنزل درج. ما اقدر. شو سويت؟ تنزل من اكثر من مبنى. ما في سيارة بالكراج. أحفظ من خارجة كثير. ايه شوف 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 ملوث البيت ده. لا لا في صندوق هناك. ميتين وستين. عند البيوت ذيك. فوق الجبل؟ لا عند البيوت ذيك الأول. صندوق واحد لون أخضر. لا 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 هذا كان قريب واحد انقذ. هربان ولا الو زين ما مو زيك.
امزح امزح. ايوه ممكن في ناس ايوه كذا. خلينا نجهز مسدس. اسمع عند وقف دقيقة. يا عدو دقيقة ما ادري الليفل دقيقة وينه شوفه معايا ليفل 3 يمكن ما ادري 2 ما ادري معك سكوب 4 صح؟ شوف لو في عدو ولا شيء. لا اي شوف اي ايوه الابيض بس بعيد عن الزون بعيد عن الزون الصندوق ال وين هذا القصف ايوه قريب من صندوق الدروب قولك ايش رايك نقعد هناك ما ابغى الدور الثاني
الباب اللي تحت. الجذر هذا؟ طيب ايوه شو الدرب؟ شفت الدرب؟ رقم كم؟ نفس الزاوية اللي احنا قدامنا؟ ايوه لا 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 بدون دخان ايوه كويس خليني الف شوية كذا ابغى عشان لو ابغى اطلب على طول على العدو لو واحد طلع اسمع ايش رايك نقعد هنا شايف نقعد هنا إلين آخر الجيم لا 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 قبل ما يجي الزون على طول نهرب في بزاوية 310 قصف بس بعيد دقيقة بجري بسرعة يشوفك ما يشوفك بعيد وينه؟ ما شافنا بس الخوف ما يشوفنا حزن ورا شجرة أوه انتبه ايه بموت قريب شلون جاء؟ يا رب تعالوا ترى شوف انا من ورانا هو شكله هو ما يحبني الا ما يحبني الا انا طيب دقيقة وقف مكان نروح ورا الشجرة ذيك طيب تبدل وين القصف هذا؟ أنت
باي زاوية صندوق الزون. لا لا صندوق زاوية ما تقدر تطلبه عند الزون قريب. ايه ورا الحجر كم باقي؟ مع القنبلة اشرب بيبسي اشرب اشرب بيبسي مسكن الآلام اثنين. يا رب ما يكون في قناص. ايش رايك اقعد ورا الحجر وانت لحالك ولا ما ينفع؟ نمشي بدري نمشي بحذر فهمتني بس مشينا بدري احنا داخل الزوم على حدود قريب الزوم قريب حدود ايه خلينا بس خليك بعيد عندي شوية ايه اكيد بعيد ما تشوف عدو؟ لا شوف عدو حدد في اي زاوية رقمكم اوكي خليني اشوف على طريقة في عدو؟ في كل اكت اطلب أي بقيت اثنين يا رب إن شاء الله نفوز. يكون ورا شجر يمكن. أشوف هذا بعيد أنا بس. إن شاء الله نفوز. وينه؟ باقي واحد. أي عادي؟ نقوم؟ الله هلا نجحنا